من كل الاتجاهات، كيف ترى ذلك؟ سعادتك، احنا من يوم ما نلنا شرف تنصيب وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 رئيس لمصر، لم نلمس عليه ان دخل على الشعب المصري بشيء داخليا وخارجيا برغم كل الظروف. عاد البنية التحتية، أصبحت مصر تنافس أكبر الدول، وأصبح الأمن والأمان الذي نشره في مصر القضاء على الإرهاب رسالة تدرس ويعتزى بها في كل الدول الأخرى. البنية الاقتصادية التي وضعها جعلت الشعب المصري في مصاف الدول التي يتهافت عليها الاستثمار، على رأس الدول التي تدعى لحضور المحافل الدولية خاصة الاقتصادية منها، زي ما احنا النهاردة في مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين اللي بيحضرها السيد سامح شكري، وتبحث في كل القضايا الاقتصادية العالمية، وسبق للرئيس أن حضرها على مستوى القمة، مما يؤكد على دور مصر الريادي بعهده في قلب العروبة النابض ومفتاح الشرق الأوسط وأفريقيا. كل هذا يا أستاذ مصطفى ليس بمستغرب على أن يصدر الرئيس قرارات وحزمة الإجراءات لإنعاش الشعب المصري الذي يشعر به، كما قال المواطن المصري الذي وضع نصب عينيه منذ تولى هذه الدولة في زيادة الرواتب لموظفي الدولة لمواجهة الأعباء الاقتصادية الغلاء وجشع التجار وما إلى ذلك. فنحن الآن أمام رؤية جديدة من الرؤى التي يضعها الرئيس من أجل هذا الشعب. نعم، شكرا لك دكتور عبد